أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي ونبدأه بأبرز العناوين. الكنائس الكاثوليكية تحيي الحجة السنوية لموقع المغطس. أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين الأربعاء المقبل. المطران سالي إبراهيم عازر مطرانا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية. أهلا بكم. احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الأردن بيوم الحج المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك بموكب احتفالي شارك فيه آلاف المؤمنين من كافة الرعايا في المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. إعلان المغطس كأحد أهم مواقع الحج المسيحي، يؤمه المؤمنون والسياح من كافة أنحاء العالم، حيث أحيت الكنائس الكاثوليكية للعام 18 يوم الحج المسيحي لموقع معمودية السيد المسيح، وذلك بقداس احتفالي مهيب ترأسه رئيس الأساقفة بيير باتيسيا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، بحضور المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، والمطران ياسر العياش، ووزيرة السياحة والأثار لينا عناب، وعدد من المسؤولين الرسميين والسفراء الدبلوماسيين، ولفيفا من الآباء الكهنة وممثلي الكنائس الرسولية والأخوات الراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وجموع غفيرة من المؤمنين. وبعد قراءة الإنجيل المقدس تقدم المطران ياسر العياش لإلقاء عظة القداس، مشيرا فيها إلى قدسية المكان الذي نحتفل به، لافتا إلى العمق الروحي لمعنى المعمودية والخلاص. اليوم ظهر المسيح في نهر الأردن ليقدس المياه ويحررها من العبودية. النور الإلهي ظهر على الأرض بالجسد وأضاء للذين في الظلمة. المسيح يهب بالمعمودية الفداء لجميع المؤمنين، فيرفع آدم الساقط ويخذل المغتصب الذي أسقطه، ويفتح السماوات للبشر ويشركهم في الحياة الأبدية. أيها القديس يوحنا المعمدة، اللهم يا من رسمت أعظم الأسرار لخلاص الجنس البشري بواسطة عنصر الماء، أصغي إلى دعائنا وأفض على هذا الماء الطاهر المقدس قوة بركتك. وبعد مباركة المطران الشوملي الماء، قام سيادة المدبر الرسولي باتسبالا برش المؤمنين بالماء المقدس على وقع الترانيم التي قدمتها جوقة يوحنا المعمدان في مادبا، وجوقة الروم الكاثوليك، والجوقة المارونية. والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة، فيا oh.
لنصلي من أجل الكنيسة المقدسة ركن الحق وأساسه لتكون في العالم وللعالم. لنصلي من أجل قداسة الحبر الأعظم لكي يقود سفينة المسيح. لنصلي متضرعين إلى الطفل الإلهي أن يمنحنا سلامه الحقيقي. لنصلي من أجل ملكنا المحبوب لكي يبارك الله جهوده الدؤوبة ومساعيه الحميدة لترسيخ ثقافة السلام القائمة على الاحترام والقبول والحوار. فلنصلي من أجل أن يرسل عملة إلى حقله المقدس. لنصلي من أجل المشردين والمضطهدين، من أجل معتقداتهم وعرقهم، والمحزونين والأيتام، الثكالى والأرامل، ومن أجل المحرومين من أدنى حقوقهم. لنصلي من أجل اللاجئين، المهجرين والمستغلين. لنصلي من أجل أن تتكرم مريم العذراء أمنا، المثال الأسمى لنا بالصمت والإيمان، وتعيننا على تحمل الشدائد. إلى الرب نطلب. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. وفي ختام القداس ألقت وزيرة السياحة والأثار لينا عناب كلمة قالت فيها: إن مناسبة الأعياد المجيدة هي خير وقت لنؤكد للعالم بأن بلادنا بلاد مقدسة، وهي خير تذكير بأن جذور المسيحية بدأت وتبقى راسخة في الشرق وفي نهر الأردن، حيث انطلقت المسيحية من ضفافه الشرقية إلى العالم أجمع. الاحتفال اليوم كان رائع جدا، كان في أكثر من 6000 شخص وكانوا من كل أنحاء العالم. طبعاً إحنا في هذه المناسبات دائماً بنحب إنه نبعث رسائل حب وسلام للعالم من الأردن، لأنه هذه هي رسالة الأردن في كل الأوقات، وأوقات الأعياد يمكن هي أفضل وقت إنه نجدد هذه الرسالة للعالم ونجدد هذا السلام اللي إحنا بنبعته عن طريق وجودنا وعن طريق مشاركتنا لإخواننا وأحبائنا الطوائف المسيحية الكاثوليكية اللي عمالها بتحتفل بالعيد اليوم. طبعاً إحنا اليوم في كادر كامل للإعلام وللاتصال موجودين على أساس إنه نصور عشان نورجي ونبعث، يعني ننتج أفلام تورجي روعة القداس اللي إحنا شاهدناه اليوم. فكان في دور لوزارة السياحة، كان في دور لهيئة تنشيط السياحة، وطبعاً إحنا كل سنة بنحاول إنه نكون موجودين. وأن موقع المقدس هو مكان عماد السيد المسيح، هذا المكان قادر على استقطاب المزيد من الزوار والسياح، والمرحلة القادمة سيشهد وسيعج بأعداد كبيرة جداً من الزوار والسياح من خلال الجهود التي تبذلها الكنائس الموجودة في المملكة وعلى موجودة على أرض المقدس. تهزنا الفرصة كمان تنعود إلى الأردن، إلى نهر الأردن، مثل ما جينا بالزمنات مع قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ومع قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر. فزيارة الأردن هي زيارة كل مسيحي، لأن المسيح اعتمد فيها، ونحن منحب نرجع إلى حيث المسيح اعتمد وحيث قال عنه الرب: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. فإن شاء الله ربنا يطرح البركة. كما قدم الأمين العام للبطريركية اللاتينية الأب إبراهيم الشوملي كلمة باسم المدبر الرسولي للبطريركية، ثمن فيها الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذا الاحتفال، ممثلة بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة موقع المغطس والشبيبات والمجموعات الكشفية التابعة للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن، ومجموعات الهيئة العامة لكشافة ومرشدات الروم الملكيين الكاثوليك، وجوقات الترانيم، وجميع وسائل الإعلام التي قامت بتغطية الحدث. من هذا المكان المقدس الذي انطلقت منه رسالة السلام، نرسل رسالة المحبة والسلام إلى العالم أجمع. رغم الظروف والتحديات التي نواجهها على جميع الجبهات، فإن الكنيسة في الأردن كنيسة حية وفاعلة في إرساء قواعد المحبة والسلام إلى المنطقة. نورسات الأردن، ربكة عودة من منطقة المغطس. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات الأردن، تحيي الكنائس الرسولية يوم 24 من الشهر الجاري صلاة من أجل وحدة المسيحيين في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في عمان،
حيث تأتي هذا العام تحت عنوان يمينك يا رب قديرة قادرة. ويشارك في الصلاة رؤساء وممثلو الكنائس الرسولية وعدد كبير من الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، حيث يقوم مكتب نورسات الأردن بتنظيم هذه الاحتفالية للسنة السابعة على التوالي. وتأتي هذه الصلاة ضمن أسبوع يبدأ من 18 وحتى 25 من شهر كانون الثاني من كل عام، حيث تدعى فيه كنائس العالم الرسولية إلى الصلاة من أجل وحدة المسيحيين ومن أجل السلام في العالم أجمع. ونأمل من خلال هذه الصلاة أن يلهمنا الروح القدس لأن نسعى من أجل الوحدة دائماً، فالروح قادرة على تحريك التنوع والتعددية وعلى صنع الوحدة. دعينا الجميع لمشاركتنا الصلاة لنكون واحداً في المسيح. بمشاركة واسعة من مطارنة وآباء كهنة ومسؤولين رسميين، أقيمت في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بعمان خدمة شكراً بمناسبة تعيين المطران سن إبراهيم عازر مطراناً للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أقيمت في كنيسة الفاد الإنجيلية اللوثرية بعمان خدمة شكر احتفالاً بتنصيب المطران سني إبراهيم عازر مطراناً للكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن والأراضي المقدسة. حضرها رؤساء وممثلو الكنائس الرسولية وعدد من الشخصيات النيابية والدينية المسيحية والإسلامية ومسؤولو جمعيات ومؤسسات دينية وخيرية وحشد من المؤمنين وأبناء الرعية. وفي كلمة ترحيبية للقس سامر عازر راعي الكنيسة شكر فيها جميع الحاضرين على مشاركتهم هذه الخدمة المباركة لتعيين المطران عازر مطرانا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الخدمة المباركة والمقدسة، أحييكم وأرحب بكم في خدمة الشكر الخاصة هذه التي نقيمها اليوم من أجل سيادة مطراننا الجديد للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة سني إبراهيم شارلي عازر، والتي تتزامن مع خدمة الأحد الثاني في فصل الظهور الإلهي، حيث تقول آية الأسبوع: لأن الناموس بموسى أعطي وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. ونشكركم جميعاً لمجيئكم للاحتفال معنا بعرسنا الكنسي هذا، ولشكرنا لله على خدمة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة على ما يزيد على 170 عاماً في العمل الرعوي والتعليمي والتربوي والاجتماعي والتنموي والبيئي والصحي أيضاً. وفي ختام الصلاة ألقى المطران سني عازر كلمة أعرب فيها عن عميق امتنانه لهذا الاستقبال الحافل، معبراً عن أطيب مشاعر الفرح والسرور بلقاء هذا الحشد من أساقفة وآباء كهنة وجمع من المدعوين. الناس علاء بالجو المسكون الذي نراه اليوم بيننا، نريد أن تكون كنيستنا كنيسة لوثرية مسكونية مرتبطة مع كافة الكنائس برباط المحبة ورباط الأخوة. كنيستنا تريد أيضاً أن تكون مع الديانات الأخرى، ديانات الإسلامية مرتبطة، فإذا هناك لا فرق بين مسيحي ومسلم، لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين قوي وضعيف، فنحن جميعا أبناء رب يحبنا ويطلب منا أن نكون واحد في نظر الآخرين. إنني أشكركم، أشكر الإدارة الأردنية، أشكر الوزارات على تسهيلات المرور اليوم إلى مكاننا هذا. لقد كان معيناً أن يكون
أن تكون يكون لقاء مع جلالة الملك عبد الله في هذا اليوم. لأسباب روتينية تأجل الاجتماع لأسبوعين قادمين. نتطلع لهذه الزيارة لدى جلالة الملك المعظم، إذ أن كنيستنا نالت اعترافها من الأردن، وعلينا دوما أن نكون عند جلالة الملك في أول زيارة نقوم بها. نصلي إلى الرب أن يبارك فلسطين، يبارك الأردن، يبارك عملنا، ويبارك أيضا كل من يطلب اسمه. آمين. هي أول زيارة إلي بعد تنصيبي مطران بالكنيسة الإنجيلية اللوثرية. كان يوم الجمعة احتفال كتير كبير بالقدس، لشارك فيه جميع الطوائف، جميع الكنائس اللوثرية الإنجيلية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وكان شعور بالوحدة المسيحية مع بعض في البلد القديمة وعنوان للتقارب. بسعدني كتير وجودي في الأردن، في عمان اليوم، في الكنيسة اللوثرية، وأرى التجمع المسيحي والإسلامي بهذا المكان اللي بيدل على التآخي وبيدل على التقارب والمحبة المتبادلة. وفي نهاية الخدمة أقيم حفل استقبال في قاعة الكنيسة على شرف المطران الجديد، حيث قدمت التهاني للمطران عازر مع التمنيات له بخدمة مباركة مكللة بوافر النعم السماوية. نظمت شبيبة القديس بطرس احتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية حسب التقويم الشرقي بحضور الأرشمندريت خريستوفورس عطلة وعدد من الآباء الكهنة. المزيد في التقرير التالي. كل المفاهيم اتجسدت تحت رعاية الدكتور إحسان حمارني رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، نظمت شبيبة القديس بطرس التابعة للجمعية على مسرح فؤاد يغنم بمنطقة الشمساني بعمان احتفالهم السنوي بمناسبة رأس السنة بحسب التقويم الشرقي وعيد القديس باسيليوس الكبير وختانة الرب يسوع بالجسد. أيها الجالس في الأعالي على منبر النار مع أبيك الأزلي وروحك الإلهي. حضر الحفل قدس الأرشمندريت خريستوفوروس عطلة الرئيس الروحي لدير السيد العذراء ينبوع الحياة دبين، وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وجموع من الحاضرين. ابتدأ الحفل بالسلام الملكي والصلاة، تلاها كلمة راعي الحفل الدكتور الحمارنة، رحب بالحضور وأعرب خلالها عن أهمية دور الشبيبة في خدمة الكنيسة والمجتمع. وستعمل جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية من خلال كوادرها المستقبلية لدعم مدارس الأحد ودعم الشبيبة وشبيبة القديس بطرس وشبيبات الأخرى من أجل إعادة الروح لهذه الكنيسة لأن تقوم بالدور الريادي اللي هي مفروض تقوم فيه حتى إحنا كلياتنا نكون موجودين بنفس الصف. ثم قام السيد إحسان حمارنة والآباء الأجلاء بقطع كعكة البيتا وتوزيعها على الحضور مع منشورات إرشادية تعطي معلومات عن شبيبة القديس بطرس وقصة البيتا وسيرة لأحد القديسين ليكون شفيعاً لنا في عام 2018. ووزعت ورقة للحضور مكتوب عليها آية من الكتاب المقدس، فيبحث عنها ويحفظها وينظر كيف سيكلمه الله من خلالها طيلة هذا العام فتكون مرشداً له. ثم تابع الجميع عرض فيلم شوزفرينيا العصر 3 الذي تميز به المخرج سلطان بيترو في نقل وتجسيد أدق التفاصيل في حياة الشخص المؤمن عندما يسير في الظلمة وفي النهاية يصل لنور السيد المسيح من خلال تفاصيل درامية مؤثرة. العمل كان من أداء وتنفيذ شبيبة القديس بطرس وأشرف عليه مسؤول الشبيبة سليم فشحو. خلينا نحكي مثلا العلم اللي هو دراستك،
الطبيعة والأشياء اللي بتحوم حواليك، موهبتك، خلينا نحكي مثلاً كفن، كموسيقى، إلى آخر ما هي التفاصيل، حتى مثلاً حالات الاستسلام أو التستسلم، حالة الأمل تدور على إشي، الإيمان، هدول كلهم الأشياء هم اللي كثير بيأثروا على شخصيتك ومين أنت. فالنقطة الأهم بدنا نوصلها إحنا كنا من هذا الشغل، أنه كيف يقدر تطلع هاي التفاصيل كلها اللي جواتك وتبرز دائماً الأشياء الأحسن. وفيلم الشرنقة كان بيحكي بشكل كتير كبير عن الشيزوفرينيا الموجودة في داخل كل بني آدم فينا. إن شاء الله يا ربي كل سنة وأنتم سالمين وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وشكراً أكيد لنورسات اللي دائماً معانا وبتحملنا للعالم كله. وفي ختام الحفل قدم قدس الإرشمندريت كريستوفوروس محاضرة روحية للحضور عن رأس السنة الميلادية وعن المعنى الحقيقي لعيش حياة المحبة في هذا العام، كما تأمل قدسه بالفكرة والهدف الرئيسي لما قدموه أعضاء الشبيبة في فيلم شيزوفرينيا العصر. كمان منحتفل بعيد القديس باسيليوس الكبير من أحد آباء الكنيسة العظام في الكنيسة، اللي هو قدوة لأبناء الكنيسة في هذا الزمن الصعب اللي منمر فيه، وهو بنفس الوقت رسالة روحية ورسالة أمل لأبناء الكنيسة. وبنطلب من ربنا إنه هاي السنة تكون سنة خير على الجميع، اللي من خلالها ننمو بكل الفضائل، وربنا يجعل السلام والبركة على بلادنا جميعا، ويحمي كل أوطاننا ويحمي العائلة في داخل المجتمع. وكمان بحب أنتهز كمان هاي المناسبة حتى أعايد كل فريق العمل في نورسات، في هاي القناة اللي نحن بنعتز ونفتخر فيها على الدور الرائد اللي بتقوم فيه في توصيل نور المسيح لعقول وقلوب الناس ولبيوتهم. ربنا يبارككم. عقدت اللجنة الإدارية لمكتب الرجاء المسيحي بعمان اجتماعاً لبحث خطة عمل جديدة لهذا العام، واعتماد ميزانية خاصة لبرامج المكتب التي تتركز على دعم الطالب المحتاج في المرحلتين الإلزامية والثانوية واحتياجات النزلاء في مراكز الإصلاح. وفي ختام الاجتماع التقى أعضاء اللجنة سيادة المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن، حيث تم إطلاع سيادته على آلية عمل المكتب وخططه المستقبلية. وتتركز أهداف مكتب الرجاء المسيحي الذي يعد واحداً من الأذرع المساعدة والداعمة للكنيسة المحلية على تقديم المعونة المادية والمعنوية للاحتياجات التعليمية والإنسانية والاجتماعية والروحية في الكنيسة. في حفل عشاء أقامته لجنة سيدات المحبة في مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان بمناسبة عيد ختان الرب بالجسد، دعا المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا في كلمة ألقيت بالنيابة عنه أن يحفظ الله الأردن وأن يديم على هذا الوطن نعمة السلام والأمن والاستقرار ويخفف من جراح العالم المتألم. وحضر حفل العشاء وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، والسفيرة العراقية لدى الأردن صفية سهيل، والعين عقل بلتاجي، والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن، وعدد كبير من المدعوين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الكنائس الكاثوليكية تحيي الحجة السنوية لموقع المغطس. أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين الأربعاء المقبل. المطران سني إبراهيم عازر مطراناً للكنيسة الإنجيلية اللوثرية. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.